شيء جديد بالتشجيع في القراءة، تشجيعهم على القراءة. أنت عارف إن إحنا في ليبيا كنا شوية يعني ما فيش كراهية عندهم، ما فيش ابتلاعات محدودة، يعني قراءتنا كانت محدودة. فالتشجيع للقراءة شو شعورك نحو المشروع؟ والله شيء رائع، إنه حيطلع جيل ناضج، جيل ذكي، جيل إن شاء الله تفاؤل خير. إن شاء الله. This is a board. A board. A board. A map. A map. A marker. A marker. A table. A table. A board. A board. بالنسبة لفصل كتابي، هدفنا هو أن نعلم الأطفال اللغة الإنجليزية، مبادئ اللغة الإنجليزية، وأن مشروع كتابي يكبر حول ليبيا بكاملها. يعني القراءة مهمة جدا في مرحلة الطفل، لأن هي المرحلة هامة جدا في حياة الإنسان، حيث يعتمد عليها كل ما يتلوها من مراحل النمو في المستقبل. يعني في المرحلة ترسل الأسس اللي تبني عليها شخصية الطفل، فالقراءة تلعب فعلا دورا يعني في بناء شخصية الطفل. كل الناس محتاجة، مش كل الناس يعني مستطعتنا بأكثر قدر ممكن يعني مساعدة الناس المحتاجة. فصل كتابي تأسس من الصفر، فقمنا بتأسيس الفصل ووسائل التعليم والمقاعد. وبالنسبة لفصل كتابي هو محدد لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال ذوي الاحتياجات، لأهلهم عندهم دخل محدود أو لا دخل لديهم. حالياً عندنا 40 طفل، طبعاً مقسمين لفصلين. تقري في قصص وتقري في روايات؟ شنو تقري؟ قصة القرآن والفقر. أحسن حاجة هدي قريتيها وشنو استفدتي منها؟ موقوت بين البعض، واحد غني واحد فقير.